السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالانتصارات أوقاتكم. توقع أمريكي بحسم الحوثيين لمعركة اليمن، وإلى التفاصيل. أثار السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن اليوم الأربعاء جدلا بتصريحات تعد الأولى من نوعها منذ بدء الحرب على اليمن قبل نحو 9 سنوات. وقال السفير فاجن وفق ما نقله معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية إنه قريبا سيتم التعامل مع من وصفهم بالحوثيين كعامل سياسي ينبغي التعامل معه. ولم يتضح بعد ما إذا كان السفير يشير إلى عرض أمريكي جديد للاعتراف بحركة أنصار الله التي تسيطر على غالبية المحافظات اليمنية، أم أن بلاده تتوقع حسم الحركة للمعركة المستعرة في اليمن منذ سنوات. وتأتي تصريحات السفير فاجن مع تقارير عن ترتيبات لجولة مفاوضات جديدة في سلطنة عمان. كان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ سبقها بزيارة لمسقط وسط أنباء عن تقديمه عرضا جديدا لصنعاء مقابل وقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر. ومن ضمن المغريات التي سبق لواشنطن تسويقها الاعتراف بسلطة من تصفهم بالحوثيين في اليمن ومنحهم امتيازات اقتصادية أيضا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.